يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس الفلس يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا فتر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر عفاستا انت المقدرة عفاستا انت المقدرة عاني ظروفك واكحرة عاني ظروفك واكحرة اوعك تنفرط في العيال واوعك تخاف من المرة يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر علي يا عباس الموضوع ما بسيط الموضوع ما ساهل والله الصادق اخوي ده حديه نفسيات عديل كده اليوم ده كان واقف يتكلم براو شفته انا لازم نلقى حل للموضوع ده لكن الصادق اخوك ده والله ذاته عزمنا يعني احنا قاعدين ما قعدنا ساي يعني طوالي بنبحث في بحث دايم يعني احنا ما خلينا حته ما مشينا لها ما مشينا اي بيت طرقناه وخشينا في انه دارين نخطب له لكن يعني يا خطبنا حصلت كارثه طوال تحصل كارثه دي 32 خطوبه 32 خطوبه نحن عملناهم والله دي مشكله عديل كده الموضوع ده هيعمل له عقده عارف انت عارف الصادق اخوي ده عمره تقريبا قرب يتجاوز ال 50 يعني انا بيني وبينك كده يا عديله الصادق ده فات السنه القانونيه ذاتها اها مالو يتجاوز السنه القانونيه ما ظريفه منك الحركه دي بالمناسبه ليه؟ ما تقول الكلام ده يعني ما صح كيف ما صح؟ ما حد عمل له عقدة هم عارفين يتجاوز السن القانوني ما في داعي تقول الكلام ده يا عباس ده كلام سخيف انا قلت له انا ما قلت لك انت ليه وبعدين انت سيدي بنات ما قلت لي فات الخمسين وانت قلت هسه انت قلت لي فات الخمسين انا اخته انا اقول انت ما تقول فهمت؟ مش انا اخته؟ اقول الدائرة اقوله انت ما تقول سهلة يا اخي شوف لنا حل الموضوع يعني نغش الناس نقول لهم سنه ما قانونية خلاص يا عباس نشوف له حلو بس شوف يا نور يا أخوي الموضوع ده إذا سرب معناها الخطوبة دي حطرتي خاصة عباس وعديل أختي ديلا كان عرفوا معناها خطوبة وباظت والله لا تكلمون أنت أنا خشمي عندي المرة دي الناس ديل جادين ناس عقد بس هاي يا أخي أيوة يا أخي ناس أمتك لي وقت عليك ديل ما ناس أنا يا أخي بس الكار سوين إنه عباس وعديل أختي عرفوا يا أخي ديل أنا ما حصل اتقدمت والله خطبت لي واحد مش معاي إلا قدوا لي الشغل من النص بس اتاكتم جواك الباقي خلي علينا أنا بتصل على مبارك يجودني بعربيته ونمشي بعد المغرب يا أخي عليك الله خليني أكسر العقدة الجوا هذه يا أخي يا أخي أنا بقيت الدكان ما بقدر أمشي يا أخي سيرتي بقت في أي لسان يا أخي عليكم السلام ورحمة الله بيرك سمني يا قليل أدب يا ماما خليك عاقل والله ما خليك عاقل يا أخي عاقل بيرك سيقال شفت عليك أنا مأذب كيف يا هذا العمكة تقربت تتحلى لا حول ولا قوة إلا بالله الدوام لله يا أخي الدوام لله البركة فيكم يا أخي البركة فيكم أحسن الله عزاكم أحسن الله عزاكم فشنو دي اخر واحده دايرين نخطبها له ماتت قبل 4 سنين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انت ما نخطب له بتناس البلوله بتناس البلوله
بقولوا لي شنو؟ بس بقولوا لي ديل ما قريبين اسعاد، ما قريبين اسعاد عادي كده، اسعاد اللي خطبناها يوم خطوبتها انها حرقنا العريشه بتاعتهم. اي والله نسيت، حرقنا؟ اي حرقنا العريشه؟ اي وانت نسيت يا اخوي اللذة المبخر بكراعه منه؟ وانا انا انا ما لذتيني انت دي، ما لذتيني رميت المبخر، انا رميته وانا بنايم. انا انت لذتك ليه بفرحتك بشفاتك ولهفتك دي كده؟ مبروك مبروك، قبل ما يقولوا انا كنت عملت لك كده ورميتيني فين؟ خلاص خلاص عليك الله، شنو انت شنو؟ شغالة منك شنو؟ قول لك كلام في وشي كده بتاع المبخر ده؟ هاي بس خلاص عليك الله، حقيقة عليك الله خلاص. سخيف يا أخي. يا مبارك. أي يا أخي، بستناك في لفة 21 يوم الجامع. يا أخي أنا بكون بلك بنزين، عايزين نعقد للصادق ده يا أخي ونحسب له أمره يا أخي. بس أي شيء صرف المسجد اللي بيها، ما بتقدر تجي يا أخي؟ أكفل أكفل، أنت أصلك ما فيك فايدة. إيه ده الصادق دارين يخطبوا ليه وعديلة ما بتكلمني الليلة؟ تصبر لي. اسمعني يا عديلة، ليه ما بتكلمني تقول لي الصادق دارين تخطبوا ليه؟ لا ابدا ما عندي فكرة على الموضوع. انت جادة؟ عيني رسلي لي العنوان في رسالة سريع هسا. اي عليك الله هسا، يديك العافية الله يبارك فيك. الصادق مشى يخطب. الصادق مشى يخطب وبلاو؟ طيب وكيف يعني؟ احنا ماله لازم نمشي معاه، ونحنا لازم نكون معاه ونحنا ونمشي له. الغريبة انا لبسه وجهزت نفسي دي، لانه في زول وصف لي قال لي يا اخي الناس باشر دي ما عندهم بنات، كنت ماشي اجي اكلمك عشان نمشي نشوف نخطب له هناك. يا حليل الصادق، تلقاه يتعقد من الموضوع ده عشان كده قال ما يكلمنا عشان ما يجهجينا، وبكون عارف انه الموضوع ده حيطرشك زي كل مره، فقال احسن ما تعبن. يا حليل يا والله مسكين، والله مسكين حنين. لازم 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 نحن لازم نقف معه العزه هل ونبشر نحن نبشر انت الزغرتي وانا اي والله ابشر ان شاء الله غزول، ان شاء الله يا رب ما تحصل حاجه، ما تحصل مصيبه زي كل مره. هدي بس لي رساله، هذا العنوان انا البس سريع هنا. انت لابس صح؟ انا لابس بس خلاص دقائق بس. ليل الصادق الله يبارك فيك، الله يبارك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك يا خالي، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. صب يا ملك. ولا صمت صدر قبلك. صدر اخوانا نحن اهله، تفضلوا. دي لهالي طبعا، دي عديله اختي وده عباس زوجها. تفضلوا نحن اهله. هاي دي لهالي نحن اهله. ايوه انت قايله شنو؟ قايله مقطوع ولا ملطوع يا اختي؟ ايوه لا لا عنده اهل يهزوا ويرزوا. ايوه الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. ابشر 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 ابشر. قايل انه قام بروز يعني ما عنده اهل. أيوة. عنده اهل ايوه، ما مقطوع من شجره. ايوه بس بس اي شيء كان شيره كله بساط كله لا كله ممكن. ايوه ريزو ريزو بعدين ايش دي؟ تعرف ليه دي؟ وعرضي هاي كمان شيره شيره عبد عيب يا ابو انا شيره. والله والله خل معلش يا شنو معلش؟ بنستاهل ايوه بنستاهلوا بنستاهلوا نحن اهله بنستاهلوا احنا اطلع برا ونستاهل. اطلع برا اطلع برا. انا برا نور نور. روح يا شيخ عباس يا اختي شيخ.